ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الخبير الاقتصادي حسام عيد. بعد التحية، يعني ماذا يعني تحديدا ترشيد الدعم، وما الفرق بينه وبين تخفيض الدعم؟ أنا وسام السادة المشاهدين، طبعا بعد إعادة هيكلة منظومة الدعم للمواطن المصري من قبل الحكومة خلال أو حسب تصريحات السيد رئيس مجلس الوزراء، ده طبعا ليه عدة أسباب وليه عدة دوافع أدت إلى اتخاذ هذه الإجراءات أو اتخاذ قرارات من شأنها خفض الدعم على السلع الأساسية، وده كان ناتج يعني بشكل كبير وبشكل مباشر عن الازمه الجيوسياسيه التي يعني القت بظلها على الاقتصاد العالمي والقت بظلها ايضا على الاقتصاد المصري، ودفعت تكاليف الانتاج المباشره نحو الارتفاع وتسجيل مستويات قياسيه طبعا، مما ادى الى ارتفاع اغلب الاسعار من السلع والخدمات الاساسيه وتسجيل معدلات قياسيه ومعدلات سعريه قياسيه ادت بالتبعيه الى ارتفاع معدلات التضخم، وبالتالي كان هناك تحدي امام الحكومه المصريه لمواجهه او لتخفيض حده الازمه الاقتصاديه على الاقتصاد المصري، هي مزيدا من يعني تخفيف المبالغ او المستحقات التي قد من شانها بتذهب في دعم عيني سواء بالسلع او الخدمات الاساسيه، وده هيكون ليه مردود ايجابي على الموازنه العامه للدوله، وهيساعد الحكومه او هيعزز من ادائها المالي في الموازنه في العام المالي القادم ان شاء الله. يعني الدكتور مصطفى مدبولي ذكر ان هذه القرارات سوف تساهم في استدامه الدعم للمواطنين، كيف سوف يتم ذلك؟ يعني هو حسب ما ذكر السيد رئيس مجلس الوزراء ان هناك توجيه للدعم بشكل مادي يعني بخلاف الشكل العيني، واحنا كنا بنطالب بهذا الاتجاه منذ فتره طويله ان الدعم النقدي للمواطن المصري هو، ولكن الحوار الوطني رفض الدعم المادي للمره الثانيه. يعني هو الدعم المادي، هو انا شايف ان الدعم المادي هو انسب وهو هيقضي على الممارسات الاحتكاريه اللي كنا بنشاهدها على بعض السلع والخدمات الاساسيه والسلع الاستراتيجيه تحديدا، وشفنا في بعض الازمات التي واجهها المواطن المصري خلال الفتره الاخيره. انا شايف من وجهه نظري ان الدعم المادي من اهم مميزاته ان هيكون في رقابه شديده جدا على توجيه هذا الدعم للمواطن ليستفيد به اقصى درجه ممكنه. شايف ان خلال او باتباع هذه السياسة أو سياسة الدعم النقدي هيكون للمواطن هيشعر بتحسن فيه أو مش هيشعر بتحسن بشكل كبير يعني مصاحبا للأزمة، ولكن هيكون هناك وفرة في السلع في الكميات المعروضة في المنافذ الحكومية، ومش هنشاهد هذه الممارسات الاحتكارية التي عانت منها الدولة وكان ليها أثر سلبي على حياة المواطن. شايف ان الدعم المادي هو افضل من الدعم العيني طبعا للقضاء على الفساد، شفنا ان في هناك منظومة الدعم يعني يحدث فيها بعض الممارسات الاحتكارية، وده لصعوبة الرقابة او الادوات الرقابية على التجار الجملة او من يتعاملون بتجارة المواد التموينية. شايف ان هناك سهولة في الرقابة على وصول الدعم النقدي للمواطن المصري، وده هيكون دافع لتخفيف حده الازمه او حده الاثار السلبيه التي ترتبت على الازمه الاقتصاديه. وضحت بالفعل رؤيتك الخاصه الخبير الاقتصادي حسام عيد، كنت معنا عبر الهاتف.